يا اهلا بحضراتكم. عندنا مؤسسه في مصر، ربما هي مؤسسه دوليه، اسمها بلان انترناشونال ايجيبت. المؤسسه دي مجتمع مدني وبتشتغل على فكره وبقالها سنين الحقيقه، وهنعرف تفاصيل طبعا عنها اكتر، بس هي الفكره العامه كده سريعا ان هي بتشتغل على فكره تاهيل كوادر من الشباب علشان يتولوا مناصب قياديه في الدوله. مي صلاح بنوته مصريه عندها 23 سنه، بتعمل في بلان انترناشونال ايجيبت، والحقيقه انه جات لها، وهنعرف ازاي جات لها فرصه انها تعين كوزيره للتضامن الاجتماعي لمده يوم، وتلتقي بالوزيره الدكتوره غاده والي، وتتناقش معاها في ملفات كثيره جدا متعلقه بالتضامن الاجتماعي. ودايما الكلام عن التضامن يعني الحالات الانسانيه، يعني الأسرة المصرية، يعني محدودي الدخل، يعني الناس التعبانة والناس الشقيانة، يعني تكافل وكرامة، يعني برامج حماية اجتماعية، يعني حاجات كتيرة جدا. خلونا نتكلم عن هذه الفكرة اللي طرحت بمناسبة اليوم العالمي للفتاة اللي كانت 11 أكتوبر، واختارت فيها الوزيرة غادة والي مي صلاح لتكون وزيرة للتضامن لمدة يوم واحد. مي صلاح أهلا بيكي. أهلا بيكي، منورانا في مساء دريم. مرسي. أول ما سلمت على مي ما دخلت سألت لها معالي الوزيرة. أهلا يا فندم. أنا يا فندم علي وزيرة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حضرتك. قولي لي الأول بقى الموضوع جه إزاي وإزاي تم اختيارك، وأنت منين يا مي؟ الأول أنا من القليوبية، مركز شبين القناطر، في قرية صغيرة كده. اسمها إيه؟ منشية كروم. مين؟ منشية الكرام. لا لا، اسم القرية تمام، بس أنا بسجل في دماغي أي أسامي غريبة عشان بعملها تقرير. أنا أخدت بالي من الفقرة الأولى. هي الفكرة جت ازاي؟ انا بدأت العمل التطوعي من 7 سنين من خلال منظمة تاب او مؤسسة بلان انترناشونال ايجيبت. هي مؤسسة دولية موجودة في مصر بقالها 37 سنة. هي بتشتغل على تأهيل الشباب والفتيات من حيث ان هي تخلق منهم كوادر شبابية يقدروا بعد كده في المستقبل ان هم يتخذوا القرار ويصنعوا هم بنفسهم القرار. فجت من هنا بدايتي مع بلان من 7 سنين. كنت قبل ما ادخل الكلية خالص، كنت في تانية ثانوي او تالتة ثانوي، كنت بجرب مجرد بس بتدرب عادي وباخد تدريبات مع البنات والشباب الموجودين في القرية. شوية شوية بقيت أخد بقى اللي هو منصب، شوية نعم مجلس استشاري على مستوى القرية، بقيت أنا رئيس مجلس الإدارة. ده كل ده محاكاة طبعا. بالظبط. يعني مش على أرض الواقع، محاكاة إنك بتعملي بتشغلي المنصب ده. لا لا لا، كنت أشتغل فعلا أوريدي، يعني انا كنت فعلا اللي هو كان في البدايه خالص لما كنت مجلس استشاري على مستوى قريتي، كنت مبسوطه جدا وفرحانه. الله، انا اللي بعمل المبادرات، ان انا بظبط انزل الشارع واشوف ايه المشاكل اللي عندي في القريه وابدا ان انا انظمها على المشاريع اللي بتعملها لنا المؤسسه. بننظم بقى إيه؟ يعني هما في تدريبات اساسا بتدي ازاي تعملي مبادره وازاي تنفذيها جوه المجتمع بتاعك، ازاي تعملي حصر للمشاكل الموجوده جوه المجتمع بتاعك. كان الفكره ان انا كنت لسه يعني حاجه زي كده صغيره على مستوى القريه بتاعتي، وكنت فرحانه جدا. فشوية شوية بقيت على مستوى القليوبية، كنت نائب مجلس الإدارة على مستوى شباب القليوبية، وبعد كده أو في نفس الوقت اللي أنا كنت ماسكة فيه نائب مجلس الإدارة، اتطوعت أو اترشحت لعضوة في مجلس استشاري شباب القاهرة الكبرى كلها على مستوى بلان انترناشونال ايجيبت. ودي كانت أول مرة مؤسسة بلان تعمل مجلس استشاري ده من الشباب، يعتبر كان أصغر هيكل تنظيمي موجود في المؤسسة الكبيرة دي. الهيكل ده كان بيعمل ايه؟ والمنصب اللي انت كنت فيه ده اللي وصلتي له ده على مستوى القاهره الكبرى، القاهره الجيزه القليوبيه، ده كان يعني تفاصيل المنصب ده ايه؟ دورك كان ايه؟ هي الفكره جت ازاي؟ هو فكره كانوا عايزين يبقى في حلقه وصل ما بين لينك ما بين الياب فوق او الاداره فوق في بلان، وما بين الشباب اللي موجود في المشروعات او الشباب اللي موجودين في القرى اللي بتشتغل فيها بلان، يبقى في همزه وصل. بالظبط، لينك. انت شاب دلوقتي وموجود جوه القريه دي، انت اللي هتعرفني ايه المشاكل، انت اللي هتساعدني لما اجي اكتب مقترح او اجي اكتب بروجرام او مشروع هنزله عندك القريه، انت ادرى واحد واكتر واحد هتقدر تفيدني ان انا انزل المشروع ده فين. هي دي كانت الفكره. بحكم عملك قبل ما ادخل برضو في موضوع اختيارك كوزيره اليوم لمده يوم، عشان ده موضوع مهم قوي اللي بتقوليه، وانت عارفه انه القياده السياسيه في مصر عندنا بقى لها فتره الحقيقه متوجهه جدا ناحيه الشباب، وعايزه تدعم الشباب، وعايزه لسه امبارح بتكلم مع نائب محافظ السويس، يعني انا حتى يعني ما كنتش اعرف الحقيقه الدكتور عبد الله رمضان، انا ما كنتش اعرف حتى شكله، يعني انا عارفه ان هو نائب محافظ السويس، لما عرضنا صورته الحقيقه وشفتها وانا على الشاشه انا فوجئت بيه، شاب صغير في السن. عندنا ده، عندنا لا، وعندنا نماذج ثانيه كتير. انا بضرب بس مثلا لسه امبارح حصل معايا. قولي لي ايه اكتر الحاجات او المشاكل او الاقتراحات اللي وانت في منصبك ده، دورك ككوردينيتر او منسقه ما بين بلان انترناشونال وما بين الشباب في الشارع، كنت بتلاقيها اكتر القضايا اللي كنت بتنقليها من الشباب للمؤسسه
زي ايه؟ ممكن اكتر عندي مثلا على مستوى المحافظه عندي كنت بلاقي اغلب المشاكل اللي او القضايا اللي كانت بتقابلني بنات، مشاكل البنات اللي هي زي الزواج المبكر، ختان الاناث، كان دي اغلب القضايا. ان احنا لما افكر اعمل مبادره او اعمل مشروع بلاقي فكري على طول بيروح للطريقه دي على طول للموضوع دوت. ابدا انقل البلان بقى لما نيجي قاعدين في ميتنج او ان هو قاعدين مع مجلس الاداره، بنتقابل كل 3 شهور او كل 6 شهور في اجتماع. طيب دلوقتي انا عم اجي اكتب مبادره او اكتب مشروع هنزله جوه القريه دي، هنزله بناء على ايه؟ صحيح بالظبط. فاحنا كنا بنبدا ان احنا ندخل لهم المشاكل دي، انا عندي مشكله كذا كذا، ابدا بقى ظبط لي المشاريع دي. ولما كان بلان بتيجي تعمل المشروع كان لازم تدخل الشباب اللي هو المجلس الاستشاري او الياب اللي هو الشبابي اللي عمله، لان انتوا اصلا بالزبط. اللي دخلتوا الانبوت بتاع المعلومات مدخلات بالزبط. الموضوع، فانتوا اللي لازم تشتغلوا بالزبط. كمان على حل المشكله دي. كنا احنا كمان احنا اللي كنا بنشتغل على المعلومه دي، احنا اللي كنا بننزل جوه القريه واحنا اللي بنشتغل على المشروع دوت او البروجرام دوت كله من اوله لاخره. عايزه اقول لك حضرتك ان احنا عندي شغاله دلوقتي في قريتي مشروع بقاله 3 سنين كله شباب، كله شغال كله من اوله شباب، اسمه مشروع مساحتنا. هو موجود في 4 محافظات بس على مستوى القليوبيه مسمع جدا. لما كنا بننزل كان هو مسمى اكتر بسبب ان احنا كل حاجه بايدينا شغل شباب. هو دلوقتي انتهى والحمد لله. لما نجح المشروع بلان او عملت لنا امتداد تاني اكستنشن كمان سنه عشان نقدر ان احنا نشتغل عليه. فاحنا حاولنا ان يبقى على قد ما نقدر يبقى في حاجه اسمها عنصر استمراريه للمشروع ده. كان المشروع ده بناء على ايه؟ ان هو ازاي اقف قدام مسؤول. هي دي الفكره بقى. من لما انا جت قدام الدكتوره غاده والي هي كانت الفكره كده ان انا اتاهني ازاي اقعد قدام مسؤول. طب ما بالك انت بقى، انت المسؤول ذات نفسك، انت المنصب ده انت هتعمل ايه؟ هي الفكره جت من هنا. طيب جت بقى بلان انترناشونال رشحتك انك انت تاخدي المنصب ده. بالظبط. اتقال لك ايه واتعرض عليك الموضوع ازاي وعملتي ايه وازاي اهلوك الاول قبل ما تقابلي الوزيره وتقعدي معاها؟ كلمينا بقى عن التفاصيل دي يا مي. ممكن اخد كلمه حضرتك من حته كلمه تاهيل. هو بالظبط بلان اشتغلت السنه دي اكتر او ركزت اكتر على قياده الفتاه، بحيث ان انت مش عشان انت بنت انت مهمشه او سلبيه ومالكيش دور، لا ده انت ليكي دور، انت مش نص المجتمع وبس، لا ده انت المجتمع كله. انت تقدري انت تبقي منصب دوت زي ما انا قلت في الاول، انت تقدري انت تقعدي مكان المسؤول ده. طب لو انت قاعده مكان المسؤول هتعملي ايه؟ بدأنا مبادرة اسمها فتيات في أدوار قيادية، اشتغلنا على البنات من سن 14 سنة و16 سنة فيما فوق، وأنا كنت من ضمن البنات دي، كنت بتدرب عادي وباخد تدريبات عادي وبتأهل. أنت بنوعيهم من ناحية توعية وتأهيل، وإزاي تعملي سيرش وإزاي تعملي حصر، وإزاي لو وزارة أو سفارة إزاي تجيبي اختصاصاتها، وإزاي تقدري تفيدي لو أنت مكان المسؤول ده تفيدي المجتمع بتاعك. أنت كبنت هتعملي إيه؟ لو أنت مكان المسؤول ده هتعملي إيه؟ بالظبط جت فكره التاهيل دي من هنا. جه قبل 11 اكتوبر باسبوع عرفت ان انا التيك اوفر بتاعي او تبادل الادوار بتاعي هيبقى مع دكتوره غدا والي. انا كنت مرعوبه طبعا وكنت خايفه، كنتش مصدقه طبعا، بس قلت مفيش وقت للخوف بقى، انا خلاص انا اتحطيت في المكان ده، يلا بقى اشتغلي. بدات جهزتي نفسك وافكارك ازاي؟ عملتي ايه؟ يعني انا بعد اسبوع هقابل وزيره في وزاره مهمه في الدوله وهقعد معاها، وكمان هتعامل ان انا الوزيره لمده يوم، وهي قاعده معايا في المكتب بتسمعني وبتعلق على كلامي وكل حاجه. رتبتي افكارك ازاي؟ اول حاجه كنت لازم اعرف الاول ايه اختصاصات الوزاره وتشتغل على ايه، بحيث ان انا يعني معلوماتي كتير عن وزاره التضامن الاجتماعي مش كتيره، محدوده شويه. فبدات ان انا في ناس معلوماتها عن وزاره التضامن الاجتماعي تكافل وكرامه. انا هتكلم في النقطه دي، ما انا اتكلمت مع دكتوره غاده في النقطه دي بجد. على فكره من ضمن القضايا او البوينت اللي انا كنت محدده ان انا اتكلم في الموضوع ده. فعلا؟ فعلا انا منزلت وبعمل السيرش بتاعي والدراسه بتاعتي، في ناس كتير للاسف مش عارفه الوزاره بتعمل ايه او انجازات الوزاره ايه الا تكافل وكرامه. طبعا ده مصريين كلها عارفينه اكيد. وفي حاجات تانيه، في برامج تانيه، برامج كتير حمايه تانيه كتير، برامج كتير بتعملها الوزاره. الكرامه اللي معلق قوي مع الناس. بالظبط. كان تركيزي اكتر كمان على البنات. طب انا في وزاره التضامن هي بتشتغل على اكتر من فئه، طب كبنات هتعملي ايه؟ هتقدر تساعدني ازاي؟ لقيت موضوع برنامج الخدمه العامه للفتيات. طب كويس، همسك النقطه دي وابدا ان انا اظبطها واشوف ايه اللي انا ممكن اعمله. دخلت سألت البنات صحابي في الجمعيات والشؤون الاجتماعية ومؤسسات تانية موجودة عندي في المركز، بتعملوا ايه؟ انتوا خدمة عامة بتعملوا ايه؟ فحبيت ان انا اظبط برضو كل شوية نقط بوينت بكتبها في السيرش بتاعي في الدراسة اللي انا هعملها واقولها للدكتورة غادة. طيب روحتي قابلتيها بقى؟
احكي لنا على اليوم ده بقى، اليوم المشهود. هي في اليوم المشهود، هي في الاول انا دخلت المكتب كنت مرعوبه وخايفه، اللي هو لحظه بقى كانت صعبه. اه بصي دي بقى عداكي على المكتب. بصوا شباب، ما عداكي على المكتب وقايمه هي اللي هي بتسمعك، يعني انت معالي الوزيره وهي واقفه في بتسمعك. اللحظه دي كانت بتشرح لي، يعني انت اول ما بتدخلي بتدخلي المكتب كده كوزيره بتعملي ايه، وبالذات هي عارفه ان انا نفسي اكون وزيره، وزيره ثقافه، فعرضت عليا كتيب صغير كده. بجد انت نفسك تبقي وزيره ثقافه؟ اه طب هنتكلم في الامنيه دي كمان شويه، قولي لي بس كملي. ها فبدات تعرض عليا اليوميات بتاعتها، هي اول ما بتدخل المكتب كده، بتفتح المكتب بتعمل ايه كوزيره، والبوسطه طب قالت لك بتعمل ايه اول ما تدخل المكتب؟ تقرا البوسطه اه وتقولي ان الكود للملفات اللي قدامها دي مترتبه على حسب الاولويه والاهميه، وانت المفروض ان انت كوزيره تفضلي قاعده مذاكره ده كويس، وكلها غلطه بجون، ولازم تحسبيها اول قبل ما تعملي اي حاجه. طب سؤال تاني معلش، كواليس بقى كده، تسريبات تسريبات، ايه الملفات المهمه اللي كانت قدام وزاره التضامن؟ لا هي الاسامي بقى، كان كل حاجه، كل البرامج اللي بتشتغل عليها، برامج الحمايه الاجتماعيه، انديه المراه، اللي هو مبادره بتاعت مستقبلنا ايدينا، اللي هي قامت بيها الوزاره بخصوص ان 25% من الشباب هيبقى في المحليات، كانت المبادره دي كانت الوزاره هي اللي عاملاها، كان في كذا ملف بخصوص المبادرات دي، مبادرات هتعملها مع الشباب، والخطه اللي هتعملها كمان في 2019. طب والله العظيم شيء حلو قوي. عايزه اقول لك ان الموضوع صعب جدا، انت لما تكوني انت كمواطن عادي وانت قاعده كده بتفضلي تقولي انا لو مكان المسؤول دوت انا هقرر وهعمل كذا كذا كذا، لكن انت فعلا الموضوع صعب مش بالسهوله دي. انا لما قعدت مكان معاليها بجد ومكان الكرسي، لا السهل خالص ان الواحد ياخد قرار كده بالسهوله وانت قاعد كده، لا. طيب سؤال تاني يا مي، قعدت معاكي وقالت لك، او انت قعدتي وشفتي ملفات وشرحت لك، قالت لك لو انت وزيره لازم تعملي 1 2 3، او ما تدخلي مكتبك تبصي على البوسطه، تشوفي على تشوفي الملفات اللي قدامك بترتيب الاهميه زي ما انت شرحتي. بالظبط. التعامل بقى مع الملفات دي طول الوقت، احنا دلوقتي عشان عندنا هموم كتيره واحنا بقينا ما شاء الله 100 مليون مصري، فطول الوقت في سؤال بنساله لنفسنا، كيف تصل اصوات المواطنين الى المسؤول؟ انت شفتي ده ازاي؟ شفتي ازاي ممكن صوت المواطن يوصل لحد زي وزيرة التضامن مثلا؟ الاعلام، انا مسكت الحته دي ازاي برضو من ضمن الحاجات اللي انا كنت كاتباها. هنرجع للاول خالص لما قلنا ان في ناس كتير ما تعرفش وزاره التضامن بتعمل ايه، ونفس النقطه اللي حضرتك بتقولي عليها، طب انا دلوقتي عايزه اوصل صوتي للمسؤول دوت، انا ما اعرفش اساسا هو بيعمل ايه المسؤول ده، او الوزاره دي اختصاصاتها ايه، ما اعرفش حاجه. فحسيت ان الاعلام شويه ما مش بيغطي كل الانجازات بتاعه الوزاره او الاعمال اللي بتعملها الوزاره. لما سالت ناس كتير، انت عارف يعني وزاره التضامن، في ناس كتير ما تعرفش حاجه، طب دي ممكن ترجع للاعلام اكتر، ان هو يغطي اكتر الانجازات، او يبقى في حلقه وصله وتشبيك ما بين الاعلام وبين الانجازات اللي بتعملها الوزاره والبرامج اللي بتنزل تعملها، وتبدا تعرف الناس هي ايه. في ناس كتير قوي قابلتني عندها حالات كتير زي تكافل وكرامه، زي حالات زي ذوي الاعاقه، مش عارفين يروحوا فين، او ايه الجهه اللي هم يروحوها. طب انا ما اعرفش، طب انا كنت تقولي لي ان انا اروح فين وانا والله هروح. فهي كانت الفكره جات لي من هنا، ان انا لما عرضت على دكتوره غاده، انا شايفه ان الاعلام ممكن نعمل تشبيك اكتر، احنا ازاي ندرس دي، حاجه زي دي ندرسها ازاي. طب وانت ازاي شايفه؟ اولا انا بشكرك جزيل الشكر الحقيقه، احمدك يا رب ان انا قبل ما اموت شفت حد بيشكر في الاعلام، شفت حد بيتكلم على اهميه دور الاعلام، احمدك يا رب. انا مش عايزه اشتغل في اعلام تاني يا جماعه، خلاص خلاص، انا بعد ما سمعت الكلمه دي يا جماعه خلاص، حسيت ان رسالتنا وصلت الحمد لله. طب انت شايفه بقى ازاي الكلمه اللي انت قلتيها، ودي كلمه على فكره على قد بساطتها بس مهمه قوي، نشبك ازاي دور الاعلام في انه ما يبقاش اعلام اللي بيهاجم واللي طالع يصطاد اخطاء واللي طالع يولول، انا اسفه في الكلمه يعني، واللي طالع لا حقيقة. يبقى فعلا فعلا بمعنى الكلمه الاعلام الهادف، اللي هو مش بيجامل وبينقل صوت الغلابه وصوت المحتاجين، وبيقدم الافكار للمسؤول، بيقول له اتفضل احنا حلقه وصل او همزه وصل ما بين ده وما بين حضرتك. انت شايفه بقى التشابك ده نعمله ازاي؟ بصي الفكره جت ازاي، الفكره انا برضو ان هو انت حضرتك لسه قايلاها برضو، اللي هو مش الاعلام اللي هو عمال يعرض لي مشاكل وعمال يوري يا جماعه، ولا ان هو حته ان هو عمال يوري الحاجات الحلوه اللي هو بيجامل، لا هو مش كده خالص. في اعلام هادف، زي ما انا بوريك المشاكل، بوري لك المشاكل، انا بوري لك انا كمان انا حليتها ازاي. انا بوري لك، خدي بالك من حاجه يا مي، هو مش دور الاعلام يحل، لا هو دور الاعلام يعرض المشكله ويعرض يوصلها يوصل يعرض المشكله ويوصلها،
ولو في مسؤول او خبير او حتى مواطن، مش لازم يكون خبير ولا ناشط ولا حاجه زي كده، عنده فكره، عنده فكره الحل، عنده حاجه يقدمها، هو هيبقى همزه الوصل يعرض ده. بس انا مش دوري كاعلام اطلع احل المشكله. انا فاهمه دور الاعلام ايه بالظبط. انا قصدي ان هو يغطي كل الاحداث اللي بتتعمل، الانجازات اللي بتتعمل في الوزاره، يبقى موجود، يبقى الوزاره عندها علم مع مثلا مع مسؤول حد في الاعلام، مستشار الاعلامي في الوزاره، مع حد مسؤول في يعني مش فاهمه مش عارفه اجيبها ازاي، بس ان هم يبقوا في تواصل اكتر، وانا رايحه اعمل مبادره كذا كذا كذا، يبقى على طول يبقى في حد من الاعلام موجود معايا يغطي ده، حمله اعلاميه كبيره تحصل، منشورات صغيره. تدرسي ايه معي؟ انا قسم جرافيك، انا خريجه جرافيك. جرافيكس كليه ايه؟ فنون جميله. فنون جميله. انا محترمه جدا طريقه تفكيرك على فكره. لا لا بجد، يعني اولا قادره توصلي اللي انت عايزه تقوليه، بس بلغه بسيطه جدا، وده المطلوب. مش مطلوب منك تطلعي تكلمي بلغه فصيحه، يعني باللغه الفصحى. انت بتعبري عن اللي انت شايفاه، وثانيا في حماسه حلوه، وانا دايما الباشن، عارفه باشن يعني ايه؟ ايوه باشن الشغف. انا دايما بشوف انه سر النجاح في اي حاجه الباشن، الشغف، مش ان انا اطلع اكلمك اقول لك كلميني عن التجربه يا مي. لا، احسس المواطن انه حضرتك معايا ان في الموضوع كده، في حب للمهنه واحترام ليها، وانت عندك الباشن ده قوي، حابه اللي انت بتتكلمي عنه. لا لا بجد. طيب سؤال يا مي، قلتي من شويه، طب او قبل ما اسيب وزيره اليوم الواحد، قضيتوا اليوم بقى، بقيت اليوم ازاي، وقفلتوا اليوم على ايه، وايه النصيحه اللي انت فاكراها وحابه تقوليها للساده المشاهدين اللي قالتها لك وزيره التضامن يومها؟ عايزه اقول لك ان احنا بدانا على المكتب بتاع معاليها الاول، وبعد ما خلصنا الروتين اليومي بيبقى عامل ازاي، بدانا احنا نتجول في المكتب. حظي في اليوم ده كان موجود المستشار المرئي في الخاص بالاعلام في الوزاره، كان بيعرض على معالي الوزيره فيلم قصير خاص ببرنامج تكافل وكرامه. فقلت طب كويس بقى انت موجوده، بما انك فنون جميله هاخد رايك بقى كشغل وكميديا. حلو. فانا من هنا بقى بدات ان انا اقول رايي في حته الاعلام مع معاليها. فبدات ان انا اعرضها، فراحت قايله له ايه رايك يا مهند، ايه رايك في الفكره دي، احنا لازم ندرس الموضوع دوت اكتر، وان احنا نبدا نشتغل فيه. عايزه اقول بعدها بيومين عرفت انه مهند كان موجود في الهند بيعرض افلام قصيره او فيلم او عن انجازات الوزاره في الهند، فكنت مبسوطه جدا فعلا. فكنت فرحانه جدا. كان من ضمن النقط الثانيه اللي هو موضوع الخدمه العامه للبنات. انا استغليت بقى الحته اللي انا شفتها في المجتمع عندي، او الثغره اللي انا شفتها، بدات ان انا احورها ازاي، او ان انا افكر بيها ازاي. بدل ما هو سنه بعد التخرج، بنستغل كل 3 شهور من اجازه الصيف اثناء الاربع سنين دراسه، ونأهل البنات كويس، ونطوعهم، نستفيد من قدراتهم التطوعيه، ونوعيهم، ونزود في وعيهم. اول ما يتخرجوا هيكون خلاص انت وعيتهم دربتهم كويس واهلتهم، عايزين يعملوا ايه دلوقتي، عايزين يتوظفوا يشتغلوا. طب انت هتشغلهم ازاي؟ نكون مجهزين ليهم مراكز توعيه وتدريب، مراكز ابداع، مراكز تنميه موجوده جوه الجمعيات بتشرف عليها الوزاره. كده انا خلاص انا استفدت منهم في التطوع، وكمان وظفتهم، ويبقى في هيكل تنظيمي كبير كمان للمراكز دي، وان يبقى البنات يبقى في ترشيح ليهم، يبقى في مجلس اداره، في ياب كبير للبنات، يبقى يحسوا ليهم كيان اكتر. جات الفكره دي من هنا، وختمنا اليوم. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا كان معايا نوت كده صغيره، ان انا في بوينت ان انا هقولها، بدات ان انا اشرح الموضوع بسلاسه. انا نسيت خالص ان انا معايا بوينت، ان انا معايا نوت. معاليها كانت عماله حابه اللي هي طريقه كلامي فعلا، وفرحانه بيا، تقول لي انا مبسوطه ان لسه في بنات بتتكلم بالطريقه دي او بتفكر بالطريقه دي. طيب انا عايزه ارجع بس لنقطه الخدمه العامه، الاربع سنين، واقتراح انه يبقى 3 شهور كل سنه في اجازه الصيف في الخدمه العامه دي. ده ممكن نفعله ازاي يا مي، واحنا مش عندنا، ما عندناش توعيه كفايه في كل القرى؟ احنا ما زلنا عندنا بنعاني وبنحاول نكافح عشان يبقى كل اب عارف انه بنته تعمل وتكمل تعليمها، وده احسن ليها، ويعني لسه بنحاول نوصل الوعي ده. انت في اعتقادك ممكن نطبق ده ازاي؟ ممكن هي معاليها فعلا ردت عليا نفس الرد المنطقي ده على فكره، ردت عليا بالطريقه دي، قالت لك ازاي ممكن نوعي الناس. قالت لي بس خدي بالك ان في بنات بتبقى مش حابه ان هي تيجي، او ان اولياء امورهم مش حابين ان هم يودوهم خدمه اجتماعيه. هي خدمه العامه عامه هي حريه، اختياري، مش اجباري.
فقالت لي هم مش حابين، وفي بنات هتكسل مش عايزه تيجي، يعني نحلها ازاي؟ برضو بدات ان هي تتناقش معايا بمنطقيه كبيره. انا بيني وبين نفسي لا، انا ما فكرتش بالموضوع ده، انا ما فكرتش بالطريقه دي. فعلا الموضوع بيختلف ما بين انت كمواطن عادي وما بين انت كمسؤول فعلا وحاسس بالمشكله. فكان الموضوع كان اختلف. ممكن ارد حضرتك في حل المشكله زي دي ازاي؟ ممكن نعمل حملات توعيه لاولياء الامور ذات نفسهم والبنات كمان. يعني نستهدف الفئتين، البنات واولياء الامور. البنات في اغلب الاحوال بيبقوا عايزين يشتركوا ويشتغلوا وينطلقوا ويبدعوا ويدرسوا وكل حاجه. المشكله في اغلب الاحوال بتبقى عند اولياء الامور. اكيد بالظبط. هي لسه يقول لك شغل ايه لا شغله البنت ده؟ لا طبعا، تتجوز اسطرها وتتجوز وتقعد في البيت. فكره العادات والتقاليد عندنا لسه موجوده لحد دلوقتي. فكره ان انت تخرجي يبقى في اختلاط، وانت رايحه فين؟ انت رايحه مركز شباب، انت رايحه جمعيه، لسه فكره موجوده لحد دلوقتي عندنا. وبتقابلني كتير جدا، حتى بنات كان معايا نماذج كويسه جدا موجوده ما كملتش معايا بسبب تفكير زي ده. لا طيب، عايزه ارجع لحاجه قلتيها انك نفسك تطلعي وزيره ثقافه. ليه؟ اشمعنى؟ هو من زمان وانا صغيره لما كان حد بيجي يسالني نفسك تطلعي ايه، كنت لسه اقول له ارد عليه، كنت برد عليه بقول له انا لسه هطلع مهندسه ووزيره. وزيره ايه؟ كنت بقول وزيره الثقافه. كنت بما بشوف ان هو في بنات كتير او موهوبين كتير قوي موجودين في المدارس، طلبه عندهم موهبه بجد فذه، مدفونين حرفيا، مدفونين ما يعرفوش عنهم اي حاجه، ما حدش يعرف عنهم اي حاجه. فكنت بروح قايله ايه، انا بقى وزيره ثقافه، انا هعمل مسابقه كبيره على مستوى المحافظات على مستوى المدارس عشان اخد المواهب بالظبط، اكتشفهم واطلعهم من النور بقى. فكانت دي يعني اكتر احلامي، اكتر حاجه كنت بقولها لما ببقى وزيره الثقافه. حتى معليها لو احنا بنتفرج على يعني بنتفرج على الروتين اليومي او بنتفرج على المكتب، عرضت عليا كتيب صغير كده كان فيه اختصاصات كل وزاره، جت عند وزاره الثقافه دي مش انت نفسك تبقي وزيره الثقافه في يوم من الايام؟ احفظي بقى اختصاصات الوزاره دي كويس. طب طلعت ايه اختصاصات الوزاره؟ لا ما انا ما لحقتش اذاكرها لسه. طب انا عايز اقول لك ان احنا عشان موضوع نفسك، يعني نفسك تبقى ايه، او لو اخذت منصب وزير نفسك تبقى وزير ايه، ده موضوع مهم جدا. وفي ناس كتير على فكره زيك، يعني هي في ناس مثلا تقول لك انا نفسي ابقى وزير كذا، عشان هو في طول عمره عنده رؤيه معينه انه الوزاره الفلانيه دي اختصاصها 1 2 3، وهو عايز قوي يبدع في الحته دي. بالظبط. الحقيقه انه زميلنا عبد الله منتصر نزل الشارع وسال السؤال ده لعدد من المواطنين، لو كنت وزير تحب كنت تكون وزير ايه؟ قبل ما اشوف التقرير ده هسالك، تفتكري اغلب الاراء جت ايه؟ اغلب الاراء تبقى وزير ايه؟ تربيه وتعليم. نشوف. قربتي بس في صحة. حاجات تانية. صحة. قربتي بس في حاجات تانية. دي الاتنين دول وزارتين دول اقرب للشعب اكتر، فهتلاقي ممكن بيقولوا كده. قربتي بس في اراء تانية، والحقيقة الاراء التانية دي مهمة جدا لانها بتتعلق بمشكلة عامة يعاني منها المصريون. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلنا عبد الله منتصر اللي سأل الناس سؤال بسيط جدا، لو كنت وزير كنت تحب تكون وزير ايه؟ لو جينا لك النهارده وقلنا لك انت بقيت وزير، تختار وزاره ايه؟ طبعا ده مسؤوليه كبيره. لو اختاروك تبقى وزير تختار وزاره ايه؟ انا وزاره الداخليه. مبروك يا حاج، بقيت وزير. ايه هي الوزاره اللي انت عاوزها؟ وزير ايه ينفع؟ وزير ايه؟ انت اختار وزاره. اختار وزير الداخليه طبعا، عايز يبقى في امن، عايز يبقى في امان. لو قالوا لك مبروك بقيت وزير تختار وزاره ايه؟ التربيه والتعليم. لو اختاروك تبقى وزير تختار وزاره ايه؟ وزاره السعاده. زي الامارات. زي الامارات. طب اشمعنى وزاره السعاده؟ عشان احنا الشعب تعيس سنة. لو قالوا لك مبروك بقيت وزير تختار وزاره ايه؟ وزاره الداخليه. لو قالوا لك انت بقيت وزير تختار وزاره ايه تبقى انت وزيرها؟ اختار شيء وزاره في مصر. لا انا اختار وزير الماليه، وزاره النشالين عشان تحوش النشالين برضه من البلد. سيك شمسك ليه؟ يعني لو اقول لك مبروك انت بقيت وزير تختار وزاره ايه تبقى انت وزيرها؟ انا اشتغل وزير النقل العام. لو اختاروك تبقى وزير تختار وزاره ايه؟ شباب الرياضه. اشمعنى؟ اهو احب الرياضه. لو اقول لك سيبك من الكاوتش وامسك وزاره تبقى انت وزير، تختار وزاره ايه؟ لا ما اختارش وزير طبعا، اختار وزير الاغراق. الصحه. الصحه. ليه الصحه؟ عشان انا دكتوره. لو قالوا لك انت بقيت وزير تختار وزاره ايه؟ انا؟ الزباله. يعني هتستحدث وزاره جديده اسمها وزاره الزباله؟ نفسك تبقى وزير وزاره ايه؟ وزاره التموين يا اخي. اشمعنى؟ عشان نعمل حاجه لله. ثقافه. اشمعنى؟ عشان في نقص كبير قوي في الثقافه هنا. انت بقيت وزير تختار وزاره ايه؟ السياحه والتربيه والتعليم. ليه التربيه والتعليم؟ عشان نربي النشء من اوله. البيئه.
اشمعنى البيئه؟ اول واحد اختار وزاره البيئه. انا اختار وزاره البيئه. هتعمل ايه لو بقيت وزير البيئه؟ ايه اعمل بيئه ايه؟ مش عارف اقول لك اعمل ايه، هعمل كتير. طبعا كل مواطن على قدر ثقافته وعلى قدر مستوى التعليمي، فلما نلاقي المواطن الجميل البسيط يقول لك نفسي ابقى وزير الزباله، يعني هو قصده وزير للنظافه، وهو ما فيش حاجه تعمل اسمها وزير نظافه، هو في وزير بيئه وفي وزير تنميه محليه اللي بيبقى تحته المحليات اللي بتشتغل في النظافه، بس كل واحد على قدر طبعا ثقافته وعلى قدر معلوماته. شفتي بقى الاراء؟ شفتي اللي قال لك انا نفسي ابقى وزير ثقافه علشان احنا ما عندناش ثقافه؟ لا هي بنت بتقول ما فيش ما فيش ثقافه خالص. وشفتي اللي قال نفسي اكون وزير تربيه وتعليم؟ عشان اجيب النشء من اوله، اربي النشء من اوله. انا الكلمه دي عجبتني. انا هي فعلا من الاول، لازم تيجي من الاول خالص. طيب احنا معانا تليفون يا مي، عايزاكي تقولي الو. الو 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 الو. معرفش انت اللي تعرفي. الو ايوه يا مي. الو دي ماما. اي حبيبه قلبي دي ماما. ايه ده مدام رضا، تحياتي لحضرتك يا فندم والده مي. اهلا بيك يا استاذه رضا. اهلا بحضرتك، وانا شكرا على اتصالكم. بصي عايزه اقول لك على حاجه، انا اتقالت لي كده من فتره جميلة قوي، في مثل بيقول أو قاعدة أو حكمة يعني بتقول اجعل من يراك يدعو لمن رباك، يعني خلي اللي يشوفك يقول ربنا يبارك في اللي ربوك. فلما نكون قدام شخصية جميلة كده زي مي وبنوتة جميلة ويعني مهذبة وعندها طموح وأمل، على طول كده يجي على بالنا نقول يعني يسلم التربية الجميلة. سلميلي. ربنا يخليكي. والد مي اعتقد متوفي مش كده؟ متوفي. استاذه رضا. نعم. والد مي متوفي، احنا عارفين والد مي. طيب قولي لي يعني حياتك كده مع مي وربنا كرمك ببنوته طموحه قوي كده وعايزه تفهم كل حاجه وتدرس كل حاجه، اتعاملتي مع الشخصيه دي ازاي؟ والله انا اولا بشكر حضراتكم وبقول لمي بنتي انا فخوره بيكي جدا جدا، وكنت من صغرها دايما هي واخواتها بزرع فيهم الخير والمبادئ الكويسه والدين، وكنت بحمسها وبحفزها على كل حاجه هي بتتشجع عليها، وكانت ما كل ما تقول لي انا عايزه اعمل كذا كذا اقول لها يلا واستعدي وانا في ظهرك، بحيث انك انت لازم تنجحي وتثبتي وجودك، وانا فخوره بها جدا جدا جدا، وهي ان شاء الله باذن الله حققت نص حلمها وفاضل النص الثاني، وانا في ظهرها باذن الله مش هسيبها ابدا لحد ما تحقق حلمها، وهي تكون انها وزيره اصغر وزيره ثقافه باذن الله. ان شاء الله احنا كلنا هنا فخورين بيها والبلد كلها فخوره بيها. اكتر حاجه بسطاكي في مي ايه؟ اكتر حاجه حاسه بيها انها مميزه مخلياكي كده ربنا يا رب يبارك لك فيها ويبارك لها فيكي، محسساكي كده انك انت فخوره بيها ايه؟ هي مية من صغرها وهي مؤدبه ومحترمه واجتماعيه، وكانت بتحب قرايبها كلهم، وان هي كانت مجتهده في دراستها، وان كانت عندها حلم وهدف عايزه توصل له، وكانت دايما بتسعى، وكل ما تقول لي يا ماما انا عايزه اعمل حاجه اقول لها يلا، فهي كانت دايما الاجتماعيه بتاعتها وانها وشها بشوش وبتضحك، فكانت مخليه كل بيحبها وكل بيشجعها. انا بشكرك يا مدام رضا، وربنا يا رب يبارك لهم فيكي زي ما بدعي ان ربنا يبارك لك فيهم. انا عارفه ليكي اخ مظبوط كده، ومعاكي بره هنا طبعا جايه من القلوبيه موصل اخته، طبعا ما تيجي لوحدها تيجي قاعده بالليل. انا بشكرك جزيل الشكر استاذه رضا، وخلينا بس اقول حاجه مهمه، فكره انه أرملة أو مطلقة تتحمل المسؤولية في المجتمع عندنا في مصر هنا وفي المجتمعات العربية عموما، احنا اتغيرنا عن زمان برضو وتحسننا كتير، بس لسه برضو عندنا صعوبة انها تكمل مسيرة حياتها وتربي ولادها وتطلع ابنها ما شاء الله راجل يعتمد عليه، وتطلع بنتها جميلة ومجتهدة ومحترمة وبأخلاقيات عالية وطموحها يبقى في الشغل والعمل والدراسة.
فده شيء يعني محترم جدا ونموذج هايل يا مي. مرسي قوي، مرسي قوي على المفاجاه دي، ما تخيلتهاش خالص. لانه احنا عرفنا الحقيقه لما قرينا قصتك انه والدتك ربنا يبارك لك فيها يا رب، يا رب. يعني هي الداعمه الاساسيه ليكي، وهي البيت كله والله طبعا بيساعدوني كلهم، يعني مش يعني بابا من ساعه ما بابا ميت فكلهم بيساعدوني، ماما وجده. جده برده ما اقدرش ان انا انساه خالص حاجه زي كده معايا. كانت ماما اول ما تقوله مي بتعمل كذا وكذا، لا انا خايفه عليها، اقول لها ما تخافيش سيبيها سيبيها. كان جده كان هي بقى عارفه الخوف بقى بتاع الامهات بقى وكده، وساعات كانت بتخاف يقولها لا سيبيها ما تخافيش، عشان كان بيجي لي مؤتمرات تانية وتدريبات بره، بسافر كمان لوحدي، ساعات بضطر ان انا اسافر بالليل. فجده يقول لها ما تخافيش عليها سيبيها، كان تقول له لا انا خايفه، لا ما تخافيش هي هو ده ايمان، هو ده بقى ثقه وايمان الاهل والاسره بمواهب وقدرات اطفالهم. هي دي بقى انه يعني يثقوا في القدرات دي، يا اما لا ما تعمليش، لا انت بنت ما يصحش، لا ما تقوليش، لا يا دوب تخلصي تعليمك وما فيش بقى حاجه اسمها كارير بعد كده. هي دي بقى الفكره. بالزبط. انا كنت هختم معاكي حالا واشكرك، بس قالوا لي زمايلي ان في، بس ده والله مداخله مش احنا مالناش دعوه بيها، متصل كريم متكلم مع عند في الكنترول مع زمايلي بيقول لهم انا في قصيده عايزه اقولها لمي. بجد؟ والله انا ما اعرفش حتى مين، لسه هعرف معاكي دلوقتي. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اتفضل. تحياتي لحضرتك الاول، وتحياتي لضيفتك الكريمه. ربنا يخليك. لكل امراه مصريه، انا من اشد المعجبين بالمراه المصريه الجميله القويه اللي هي مثال لكل نساء العالم يا استاذه منى. فانا بقول لها ايه؟ ليكي التحيه يا بنت مصر، تسلم عيونك، يا كلمه حلوه، يا بسمه حلوه، الله يصونك. وفخورة بأصلك وسعيدة بإنك فلاحة، وبنيت حياتك بكفائك راضية ومرتاحة، لو بحر الدنيا موجه عالي ألاقيكي أجمل سباحة، وفي نهضة بلدك بتشاركي وليكي دور فعال، وحياتك جد وطول عمرك تصنعي أجيال، والعلم سلاحك ونجاحك خطوته أميال، أولادك على حب بلادك ربيهم، فجر الخير فجر الخير بكرة بنوره ينور ليهم، دعواتك دايما في صلاتك ربنا يحميهم. ليك التحية يا بنت مصر، تسلم عيونك، يا كلمة حلوة، يا بسمة حلوة، الله يصونك، يا رب يصون بنات مصر كلهم. الله عليك يا استاذ عبد الفتاح، الله يخليك. طب ثواني قبل ما تقفل، بس انا عندي سؤال والنبي. اتفضل يا فندم. حضرتك قلت في القصيدة لمي يا فلاحة وجميلة، صح كده؟ عيدها لي تاني دي لو سمحت. فخوره باصلك وفخوره باصلك وسعيده بانك فلاحه. وفخوره باصلك وبنيتي حياتك بكفاحك، وبنيتي حياتك اولا انت جميله قوي، راجل جميل قوي. انا مش قادره اقول لك ان عارفه اول مره حد يقول في حاجه كلمه حلوه وببقى بقلف الاول. استاذ انا عجبتني فكره انك فلاحه وفخوره باصلك. جدا دي جميله جدا. طب استاذ عبد الفتاح، انا صعيديه والله العظيم اصلا من سوهاج، من طما، وفخوره باصلي، مفيش اي قصيده كده ولا حاجه؟ مفيش اي حاجه كده منك يا استاذه منى. نعم. المرأة المصريه جميله. على فكره اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. دي اغنيه عاملينها في دار الاوبرا المصريه. دي اغنيه في دار الاوبرا المصريه من الحان الموسيقار وغناء دكتور مصطفى احمد، موجوده في دار الاوبرا. ايوه. لا لو عايزاها ابعتها لك على السي دي. يا رب يخليك يا رب، الف شكر ليك. ميرسي قوي لحضرتك. بشكر حضرتك انك اهتميت انك تكلمنا على الهواء وتكلم ضيفتنا الكريمه، وتوجه تحيه احترام من الرجل المصري للمراه المصريه. ودي نقطه مهمه قوي، وده كمان دور من ادوارنا في الاعلام، ان احنا طول الوقت نحاول نغير النظره الرجعيه جدا عن المراه المصريه، وانه المراه دي مش بس فكره نصف المجتمع والكلام ده، لا هي الام وهي المربيه وهي الاساس وهي هي كل حاجه الحقيقه. انا زي ما انا قلت في الاول، انت مش نص المجتمع بس، انت كل المجتمع. انا بشكرك يا مي، وبتمنى لك كل التوفيق، وعايزه بس في الختام اطلب منك تقولي كلمه لكل الشباب اللي بيتابعنا دلوقتي. دايما بسال السؤال ده الحقيقه، الشباب اللي ممكن احيانا يبقى محبط، مش عارف طريقه، قلقان، خايف بعد ما يتخرج ما يعرفش يشتغل، قاعد على القهوه مش راضي يدور على شغل، يعني ايا كانت ظروفه ايه. ممكن اقول حاجه قريتها قريب جدا في كتاب دكتور ابراهيم الفقي. طب الله يرحمه يا رب. بخصوص قانون الجذب، النص بتاع قانون الجذب بيقول لك ايه؟ انت تجذب اليك ما تفكر به وتشعر به.
يعني انت بتجيب لنفسك كل حاجه انت حاسس بيها وبتفكر فيها، قلقان هيجي لك فرحان هيجي لك الفرح لحد متفائل هيجي لك باذن الله الخير. ربنا قال لنا احسن الظن بيه، يعني ربنا حطق فيه اكتر من كلام ربنا، فليحسن يعني احسن الظن بيه، وانا هجيب لكم اللي انتوا ظنتوه بيا. فدي اكتر حاجه انت ممكن تطمنك، احسن الظن بربنا وتفائل، دي اكتر حاجتين خليهم كده قاعده في حياتك كمش عليهم والله صدقني. ما في 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 قاعده بالانجليزي كده اسمها you are what you fear، انت ما تخاف، ما تخاف بالظبط حاجه كده، يعني يعني زي ما انت قلتي قاعده الجذب بالظبط، انت خايف من ده هتجذبه ليك بالظبط، قلقان ومتشائم وباصص نظره سلبيه وحاسس ان مفيش امان وحاسس انك مالكش حياه ولا طموح ولا بتاع، هيجي لك ده. عارفه زمان عرفوها بحته اللي هو اللي بيخاف عفريت بيطلع له، أيوه. هما بالظبط اجدادنا دول والله كانوا قالوا قالوها كده بالبديهي، لكن هي فعلا حقيقه. صحيح. مي صلاح انا بشكرك وبتمنى لك يا رب كل التوفيق، اتمنى ان شاء الله ان انا اشوفك واشوف كل الشباب اللي في زيك اللي عندهم طموح وهم محققين طموحهم ده، ربنا يوفقك وربنا معاكي ان شاء الله. شكرا ليك يا مي. ميرسي لحضرتك. بعد هذا الفاصل السؤال اللي طول الوقت بنساله وهو ما يتعلق بصلب الاقتصاد المصري، نتحدث بشكل اقتصادي بحت عن شركات قطاع الاعمال العام اللي احنا عارفين قطعا ويقينا انها تحقق خسائر بارقام كبيره جدا، كيف تستطيع الدوله ان تغير البوصله وتجعلها مستقره ثم باذن الله نستفيد ونكسب من جراء او من عمل هذه الشركات. نتحدث ايضا عن المصانع المتعثره والمتوقفه، ما هو دور الدوله في مسانده هذه المصانع بعد هذا الفصل.